حالان حرف الإي، وده الجزء الثاني من المستوى الثاني الأصوات المتحركة هي الباولز إي. حالات حرف إي بعد حالات حرف الإي. أول حاجة لازم نعرفها إن عدد حالات حرف الإي 4 حالات، 2 عدد الأصوات، 3 أصوات. يعني بالنسبة لحالات حرف الإي كم حالة؟ 4 حالات، يعني 4 قواعد. الحاجة الثانية اللي لازم أعرفها كمدرس كويس خالص، لازم أعرف إن عدد الأصوات كام؟ 3. لما الحالات 4 والأصوات 3 معناه معلومة مهمة إن في حالتين 2 بيتنطق بصوت إيه؟ 1. وده طبعا اتعرفنا عليه قبل كده فين؟ في حالات حرف الايه؟ الايه. واتفقنا ان احنا برضو زي المره اللي فاتت هنشرح الحالات يا اما ب4 خطوات يا اما ب3 خطوات. ليه 4 خطوات وليه 3 خطوات؟ في خطوات بتتشابه او حالات بتتشابه في الترتيب، لما نيجي نشرحها تعمل مشكله لانه ايه؟ الحالتين متشابهتين، فبالتالي ما اقدرش ابدا بالحرف الساكن، ببدا بالمقطع مباشره. مثال حالات حرف الاي، اي زائد ساكن بتتنطق كسره خفيفه، اي زائد اي بتتنطق مد بالياء، زيها بالظبط اي زائد اي بتتنطق مد بالياء، بعدها متحرك ساكن اي، ودي الحالات اللي هنشوفها الاربعه لحرف الاي، بعدها على طول هناخد الاصوات، يعني ايه اي زائد ساكن تنطق كسره خفيفه. لو انا حبيت ابدا، هبدا بكم خطوه؟ 4 و4 و4، وهنا كم خطوه؟ 3. يعني هنا هبدأ بالمقطع، لكن هنا هبدأ بالحرف الساكن، هبدأ بالحرف الساكن، هبدأ بالحرف الساكن. اتفقنا ان انا قبل ما اجي اشرح بيوم بحضر الكلمات، الكلمات لازم تكون معروفه. مثال هنكتب كلمه مثلا زي وليكن كلمه ايه؟ هم، تمام؟ رد، ها تن، ها خلاص، بنت، ها. كلمات دي انا جبتها من ايه؟ من الكتاب. لما احب اشرح هبدأ بمين؟ بالحرف الساكن، بعدين اكون مقطع واعمل عمود مقاطع، بعد ما اعمل عمود مقاطع اكون ايه؟ كلمه، اكون ايه؟ كلمه. نبدا بالحاله الاولى، هنبدا بحرف الايه؟ اتش، ونسال. يلا اتش ساوند، ه ه ه، كل الاولاد ترد ه ه ه، واحط له الاي. الاي شبه مين؟ الكسره الخفيفه، الكسره الايه؟ الخفيفه اسمها ايه؟ هي. واخد بقى بعد كده الار، الار ساوند ره ره ره، واحط لها الايد بس اسمها ايه؟ ري. يلا نبدا بالاول، ها هي، ها ري. بعد كده اخد الحرف التي، والتي ساوند ت ت ت، واحط لها الايد بس اسمها ايه؟ تي. يلا بالاول، هي، ها ري، ها تي. بعد كده اخد حرف الايه؟ البي، البي ساوند ب ب ب، واحط لها اسمها ايه يا عم الشيخ؟ بي. يلا بالاول، ها هي، ها ري، ها تي، ها هي. انا عملت كم خطوه دلوقتي؟ 2. الاولى جبت الحرف الساكن وسالت عن صوته، 2 كونت مقطع وعملت عمود مقاطع. هنبدا نتعامل مع اهم مرحله في تكوين الكلمه اللي هي تكوين المقطع اللي بيسهل لي تكوين الكلمه، حرف مقطع بعديه كده ايه؟ كلمه. نعمل ايه في المقاطع؟ نعرف الولد على صوت المقطع. يلا اسمه ايه يا عم الشيخ؟ هي، ها ري، ها تي، ها بي. كمان مره لها، هي، ها ري، ها تي، ها بي. اعمل ايه بعد كده؟ اكون كده واجيب لون مختلف، كمان اجيب لون مختلف لل بعد كده، واخد حرف الايه ده اسمه ايه؟ هي. احط له ان، يبقى اسمه ايه؟ هن. كلمه اسمها ايه؟ هن. ليه يا عم الشيخ؟ عشان اي زائد ساكن تنطق كسره خفيفه، ده اسمه ايه؟ ري. واحط له الدي، الدي ساوند د د د، كله على بعضه رد، يبقى الكلمة اسمها ايه؟ رد. ليه؟ علشان القاعدة بتقول اي زائد ساكن تنطق كسرة خفيفة، بعد اسمها تي، والان ساوند نه نه نه، كله على بعض اسمه ايه؟ تن. من الاول يلا اسمها ايه؟ هن، ها رد، ها تن، ده اسمه ايه؟ دي، والدي ساوند ده ده ده، كله على بعضه بن، ها هن رد تن دن. نبدأ نعمل ايه؟ عملنا كام خطوة دلوقتي؟ جبنا الحرف الساكن وسألنا عن صوته، كوننا عمود مقاطع، قرأنا العمود ايه؟ قراءة ايه؟ سريعة. بعد كده الخطوة الايه؟ التالتة، هنكوننا كلمة، كوننا ايه؟ كلمة. هنعمل ايه في الكلمة دي بقى؟ الهدف الرئيسي بتاعي ان الولد يقرأ الكلمة قراءة ايه؟ سريعة، يقول ايه؟ هم، ويتسأل سؤالين، اسم القاعدة يقول اي زائد ساكن كيفية النطق كسرة ايه؟ خفيف. يلا يا عم الشيخ نسأل، الكلمة دي اسمها ايه؟ هن. القاعدة، ها؟ إيه ساكن كسرة خفيفة. ممتاز، أنا هنسأل بعد كده وندربه يقول على طول اسم القاعدة وكيفية النطق، دي اسمها ايه؟ رد. ها؟ إيه ساكن كسرة
تن إذا ساكن كسرة خفيفة بد إذا ساكن كسرة خفيفة. ده خلاص يبقى دلوقتي عرفنا الأربع خطوات. نبدأ بالحرف الساكن، اتنين نكون مقطع ونقرأ العمود قراءة سريعة، بعد كده تكوين كلمة، بعد كده بنسأل فردي زي ما الشيخ سألناه فقال هن إي زائد ساكن كسرة خفيفة. نبدأ نتعامل مع إي زائد إي تنطق مد بالياء بنفس الطريقة. نجيب كلمات مثلا وليكن مثلا وليكن كلمة مثلا زي حرف الإف. الإف سواء في الف في في وحط لها الإي تبقى إيه اسمها إيه؟ في دي بتقول ايه قاعده اي زائد ساكن كسره خفيفه. طب اضيف لها الاي. عندنا قاعده بتقول لما يجي حرفين متحركين ورا بعض الحرف الثاني بيمد الاولاني، الاولاني كسره والثاني بيمده اسمه ايه؟ في. شبه مين المد بالايه؟ بالياء. قال احنا بنسميه اللونج اي، يعني ايه بالعربي مد بالياء. يبقى الكلمه دي اسمها ايه؟ في. طب احط الار. الار ساوند ريه ريه ريه. حط لها ليتي بس ايه؟ ري. طب وكده؟ ري. ها في ها ري. طب المقطع ده اسمه ايه؟ ري. كون عرقها في ري ري. طيب تمام. طب والام ساوند؟ مه 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 مه. واحط لها اسمها ايه؟ مي. طب وكده؟ مي. تعالوا بقى ايه؟ كوننا ايه الاول؟ جبنا الحرف الساكن، كوننا مقطع، هنبدأ نعمل في المقطع ايه؟ نقرأه قراءة سريعة. يلا في ها ري ها ري ها مي. مرتين ثلاثة بعد كده ايه؟ أبدأ أكون كلمة. ده اسمه ايه يا عم الشيخ؟ في. نحط له التي يبقى اسمه في. القاعدة اسمها ايه؟ اي زائد اي تنطق مد بالياء. نقرأها كمان مرة اسمها ايه؟ في. القاعدة اي زائد اي مد بالياء. ده اسمها ايه؟ ري. واحط لها تي تبقى اسمها ايه؟ تري. اسمها ايه؟ تري. اسمها ايه؟ تري. اسمها ايه؟ تري. القاعده بتقول ايه؟ اي زائد اي تنطق مد بالياء. ده اسمه ايه؟ تري. حط له الاف تبقى فري. فري. ده اسمه ايه؟ مي. حط له تي يبقى اسمه ايه؟ مي. باقي لي الخطوه الاخيره اللي هي الرابعه اللي اسمها ايه؟ القراءه الايه؟ السريعه. يعني ايه قراءه سريعه؟ فيك يقول اسم القاعده اي زائد اي تنطق مد بالياء زيهم بالظبط بالظبط بالظبط. اي زائد ايه اتفقنا ان اي زائد ايه بتتنطق مد بالياء. ليه؟ الحرف المتحرك الثاني بيمد الاولاني، يعني الاولاني ايه؟ حرف الايه. مين بيمده؟ الايه. يا ترى هيتمد بالالف ولا بالياء؟ بالياء، لان الاولاني ايه؟ اي كسره، فمده يبقى اسمه ايه؟ مد بالايه؟ بالياء. تمام. ناخد كلمات عليه مثال. كلمه زي دي حرف الام، الام سواء مم. اكيد الحرف الساكن. واسال عن صوته واحط له ايه يبقى اسمه ايه؟ مي. احط له ايه يبقى اسمه ايه؟ مي. لما كان مي بس بحرف الايه كسره، لكن لما تحط له ايه بقى ايه؟ مد بالياء، لان الثاني بيمد الايه؟ يبقى الاثنين دول زي بعض، اي زائد ايه بتساوي اي زائد ايه الاثنين في النطق، يبقى اسمه ايه؟ مي. حط له الاس مثلا، الاس ساوند سي سي سي. وحط له اي بقى اسمه ايه؟ سي. طب وكده اسمه ايه؟ سي. تمام. الار ساوند ريه ريه ريه. واحط له اسمه ايه؟ ري. وكده ري. نرجع تاني ونسال ده اسمه ايه؟ مي. والتي ساوند ته 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 كله على بعضه ميت. القاعده بتقول ايه؟ اي زائد اي تنطق مد بالياء ده اسمه ايه؟ سي. وحط له دي يبقى اسمه ايه؟ سي. ري. احط لها دي تبقى نقرا بقى الكلمات قراءة سريعة. دي اسمها ايه يا عم الشيخ؟ ميت. القاعدة اي زائد اي تنطق مد بالياء ها؟ سي. اي زائد اي تنطق مد بالياء اسمها؟ ري. اي زائد اي تنطق مد بالياء. يبقى دلوقتي انا عايز اقول انا فهمت يعني ايه اقرا اي زائد ساكن؟ اقرا فهمت اقرا اي زائد اي واي زائد اي وعرفت بتنطقوا كده ليه؟ سهل عليا نطقهم بالعربي او معرفه القاعده بالعربي ولا بالانجليزي؟ اللي سهل عليا معرفه القاعده بالايه؟ بالعربي. تعالوا ناخد بقى القاعده اللي عليها الايه؟ الطول متحرك ساكن ايه؟ الايه بترجع الحرف المتحرك لايه؟ لاصله. سبق وقلنا ايه ساكن ايه؟ الايه بترجع حرف الايه؟ لا قلنا ايه متحرك. يبقى عندي الحروف المتحركه كام؟ خمسه. منهم حرف الايه؟ وباقي لي كام؟ اربعه. الاي والاي والاو واليو الاي بترجعهم لاصلهم ونشوف ده على السبوره المساعده بتاعتنا. القاعده بتقول ايه يا عم الشيخ؟ متحرك ساكن اي
الاي بترجع الحرف المتحرك ليه لاصله. ناخد بالنا من الرسمه اللي موجوده قدام، حرف الاي والاي والاو واليو ده بيمثل مين؟ المتحرك. الحرف الساكن بيفصل ما بينهم هم وحرف مين؟ الاي. مثال، لو خدنا مثال على حرف الاي، مثلا لو انا قلت مثلا كلمه زي مثلا ايه؟ كاك. كلمه ايه؟ كاك. ليه؟ اذا الساكن تنطق الف مراقب، لو حطيت لها اي، الاي بترجع حرف الايه؟ الاصل. الاصل ده اسمه ايه؟ كيك. كيك. لو انا شفت السي تتنطق ايك، حطيت السي تتنطق ايه؟ كيك. كيك. ليه؟ طب شفت الاي تتنطق ايه؟ كاك. ما الفرق بين كاك وكيك؟ حرف الايه بيرجع حرف الايه لاصله وبيتنطق بايه؟ باسمه مش بصوته. حرف الاي وليكن مثلا هنقول كلمه ايه؟ ال اي كي بيتنطق لك. لو حطيت له ايه يبقى اسمه ايه؟ لايك. ايه الفرق بين الاثنين؟ اي ساكن اي او متحرك ساكن اي، الاي بترجع حرف الاي لاصله، كذلك حرف الاو، كذلك حرف اليو. ناخد امثله على هذا الكلام. نرجع تاني لسبورتنا وناخد مثال على حرف الاي. لو انا جبت مثلا مقطع اهو واتفقنا ان احنا هنشتغل بايه؟ بثلاث خطوات، يعني مش هبدا بالحرف الساكن لكن هبدا بالمقطع. هبدا بالايه؟ بالمقطع. المقطع اللي هو ايه؟ متحرك ساكن ايه، هو ده اللي انا بدرسه. تعالوا نبدا بمقطع وليكن لحالات حرف. مثال، الكلمه المشهوره اسمها ايه؟ اك. الكلمه دي اسمها ايه؟ اك. ليه؟ القاعده بتقول ايه؟ ايه زائد ساكن خدناها قبل كده بتقول الف مراقب اك. لو حطيت لها اي، الاي بترجع حرف الايه ليه؟ لاصله او لاسمه، اسمها ايك. اسمها ايه؟ ايك. حط لها حرف الام تبقى اسمها ايه؟ ميك. ميك. لو انا شلت الاي تبقى اسمها ايه؟ ماك. مين خلى الماك ميك حرف الاي؟ يبقى القاعده بتقول ايه ساكن اي ده صح، وكمان ممكن نقولها ايه؟ متحرك ساكن اي، لان الاي حرف ايه؟ متحرك. تمام. ناخد حرف الاي، لو انا قلت ايه الكلمه دي اسمها ايه؟ ام. حرف الاي زائد ساكن بينطق كسره محققه، يبقى دي اسمها ايه؟ ام. لو انا حطيت لها ايه، المقطع ركب اهو، متحرك ساكن ايه اللي هو الاي ساكن ايه، كونت انا مقطع اسمه ايه؟ اي. اللي عاوز اسمع ايه؟ اسم حرف الاي ولا صوته؟ لا اسمه، اسمه اي. اين اي اين. حطيت له انا حرف اف بقى اسمه ايه؟ فاين. فاين اسمه ايه؟ فاين. لو انا شلت منه حرف الاي يبقى ايه؟ فن. مين بيخلي الفن فاين؟ الاي. الاي. ايه اللي حصل؟ متحرك ساكن اي، الاي بترجع حرف المتحرك لاصله، او قلت اي ساكن اي الاثنين ايه؟ صح. طيب لو انا حبيت اعمل مقطع تاني، المقطع ده اسمه ايه؟ اين. اسمه ايه؟ اين. اين ولا ان؟ اين. ايه الفرق بين اين وان؟ او مين بيخلي الان اين؟ الاي. لو انا حطيت له حرف ال يبقى اسمه ايه؟ لاين. طب لو شلت الاي يبقى اسمه ايه؟ لن. القاعده بتقول ايه؟ متحرك ساكن اي، الاي بترجع الحرف المتحرك لاصله. كلمه مشهوره اسمها ايه؟ ها ننطقها مع بعض، اسمها ايه؟ قص. اسمها ايه؟ قص. قص. لو انا حطيت للقص حرف اي، المقطع ده اسمه ايه؟ يو. سامعين ايه؟ صوت حرف اليو ولا اسم حرف الايه؟ اليو. اسمه. يبقى الاي بترجع حرف اليو لايه؟ لاسمه. نقول تاني يوز. اسمها ايه؟ يوز. لو انا شلت الاي اسمها ايه؟ قص. اتنطقت بصوتها، لكن لما حطيت ايه اتنطقت بايه؟ باسمها. بترجع الحرف المتحرك ليه؟ اسمه او اصله، واصله هو اسمه. من اسمها ايه؟ يوز. لو حطيت لها اف تبقى اسمها ايه؟ فيوز. اسمها ايه؟ فيوز. اسمها ايه؟ فيوز. لو انا شلت الاي يبقى اسمها ايه؟ فص. اسمها ايه؟ فص. فص. مين خلى الفص فيوز؟ الاي. يبقى القاعده بتقول ايه؟ متحرك ساكن اي، الاي بترجع الحرف المتحرك ليه؟ لاسمه او لاصله. تمام. دي اسمها فيوز. يبقى دي اسمها ميك، فاين، لاين، فيوز. تعالوا حرف الاو،
لو انا حطيت الاو ام زي الضمه بالظبط ام اسمها ايه؟ ام. لكن لو حطيت لها ايه بقى اسمها ايه؟ اوم. اسمها ايه؟ اوم. رجع حرف الاو الاصل اسمه او. اسمه ايه؟ او. اسمه ايه؟ او. اسمها اوم. حط لها الاتش تبقى اسمها ايه؟ هوم. لو شلت الاي تبقى اسمها ايه؟ هوم. ايه الفرق بين هوم وهوم؟ حرف الايه القاعده بتقول متحرك ساكن ايه، الايه بترجع الحرف المتحرك ليه؟ لاصله او لاسمه. مثال كلمه ماك، لو شلت الايه تبقى ماك. مين خلى الماك ماك؟ مثال مام، حطيت لها ايه بقى اسمها ايه؟ مام. كلمة فان تبقى اسمها ايه؟ فين مع حرف الاي، وهكذا. كلمة فين بقت فاين، ولين بقت لاين علشان وجود حرف الاي. كلمة فيوز شلت الاي بقت فص. كلمة هوم شلت الاي بقت ايه؟ هوم. يبقى احنا دلوقتي خدنا حالات حرف ايه؟ الاي. عدد الحالات 4 وعدد الاصوات 3، لان الاي زائد اي بتتنطق مد بالياء زيها بالظبط الحاله الثانيه اي زائد اي بتتنطق مد بالياء. الامثله موجوده كلها في قلب الكتاب بكثره، دي عينه من الكلمات بتنطبي عليها القاعده. هنرجع كلنا بقى نقرا اللوحه بعد ما خلصنا. اذا شرحنا اي زائد ساكن بنعمل فيها ايه؟ بنعرضها من اللوحه. ثاني يوم بنعرض اي زائد اي من اللوحه مع الاي زائد ساكن، يعني بتتعدي مع مره ثانيه. وفي المرة الثالثة برضه بنعرض التلاتة، في المرة الرابعة بنعرض الأربعة. الكل يوم موجود الكلمات الجديدة زي ما اتفقنا، بعدها مراجعة تراكمية. ننطق كلنا مع بعض، يلا الحرف باسمه أو بصوته أهو، ده اسمه إيه؟ ب بي. ده اللي عامل إيه؟ ده حرف وده مقطع، عاوز أربطهم ببعض من خلال قاعدة إي زائد ساكن، ده اسمه إيه؟ ها معايا؟ ب بي ها ك سي ها ر ري ها ل لي ها ب بي ها ن ني ن ني. ربطت الحرف بمين؟ بالمقطع. هعمل بقى مرحله ثانيه اربط المقطع بمين؟ بالكلمه. يلا مع بعض اسمه ايه؟ بي بنت، سي سر، ري رد، لي لب، بي بن، ني نست، ني نست، وهكذا. يبقى الوقت اللي قدام القاعده الجديده ناخد مراجعه بقى، نسال بقى على الكلمات، يا ترى الكلمات اللي تحت تتشرح ولا يتسأل فيها؟ لا، نقرا قراءه سريعه ونسال فيها. دي اسمها ايه يا عم الشيخ؟ كات. القاعده اسمها ايه؟ اي زائد ساكن تنطق الف مراقه. دي اسمها ايه؟ نين. القاعده اي زائد اي، الاي بترجع حرف الايه الاصل. ها تيك، اي ساكن اي، الاي بترجع حرف الايه الاصل. او ممكن نقول عليها ايه لو احنا خدناها لسه اهو؟ متحرك ساكن اي. أنت إيه زائد ساكن تنطق ألف مراقة. تران تران، إيه زائد أي، الأي بدرج، وهكذا مع باقي الكلمات. نرجع للقاعدة التانية يلا مع بعض، هناخد مقطع صغير اللي احنا خدناه قبل كده إيه زائد ساكن، وبعدين المقطع اللي عليه الإيه الجديد، نربط المقطعين ببعض اسمه إيه؟ ري ها ري ها م أو مي ها مي ها سي سي جي جي سي سي بي هنربط المقطع بمين؟ الكلمة. لما قلنا حرف مقطع كلمة، يلا ري ري مي مي سي سي جي جي سي سي بي بي في في. ونعمل ايه بقى؟ مراجعة تراكمية زي ما اتعودنا. اسمه ايه؟ بيت. اي زائد ساكن ننطق كسرها بيت. اي زائد اي، الاي بترجع. لاحظتوا حاجة في الكلمات؟ لأن كلمة بيت ما جاتش قبل كده كتير، يبقى احنا بنحط في المراجعه كلمات درسها وكلمات كمان ايه؟ ما درسهاش عشان يطبق عليها القراءه الايه السريعه. وورد دبليو زائد ايه تنطق ضمه، ريد اي زائد ساكن تنطق ايه؟ كسره خفيفه. وهكذا مع باقي الكلمات. نرجع يلا ها؟ ده اسمه ايه؟ مي مي تي 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 ري ري لي لي سي سي هي هي سي سي. هنرد بقى المقطع بالكلمه زي ما اتعودنا. ها مي 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 ها تي تي ري ري لي لي سي سي هي هي سي
التراكمي نسأل عن كلمات، يا ترى نشرح ولا نسأل يقرأ قراءة سريعة ويقول اسم القاعدة وكيفية النطق عن كلمات وتراكمية، يعني مراجعة اللي فات كله سواء في حالة الإي وبرضو حالة الإي. نرجع بقى لمتحرك ساكن إي، الإي بترجع الحرف المتحرك لإيه؟ لإسمه أو لأصله. ناخد المقطع ده اسمه إيه؟ آت. ليه؟ قاعدة بتقول إيه زائد ساكن تنطق ألف مراقب. نرجع هنا اسمه إيه؟ آت. يلا مع بعض هنا آت إيه؟ ده اسمه إك، لكن هنا اسمه إيه؟ آيس، وده هنشرحه دلوقتي حالا. إك آيس. ها أم أل يون إف أيف إت أيت أب يوب. تاني ها آت إت إك آيس أم أن يون إف أيف. ركزوا أن يون ده طب اسم عشان حرف الإي. إف رجع إيه؟ أيت إت أيت أب يوب. تعالوا نربط المقطع بقى اللي احنا بندور عليه متحرك ساكن ايه بمين؟ بالكلب. ده اسمه ايه؟ ايه. وهنا هي. طب لو شلت الايه اسمه ايه؟ ها. طب هنا ايه؟ ايس. وهنا رايس. ام هوم يون بيون ايف فايف ايت كايت يوب كيوب، وهكذا مع الكلمات. بعد كده ناخد كلمات المراجعه. تري اي زائد اي تنطق مد بالياء، تري اي زائد اي تنطق مد بالياء، بيت اي زائد اي، وهكذا مع باقي الكلمات. اللوحه دي بتتكرر. ناخد الدرس الاول ومع اللوحه ونرى العمود الاول، في اليوم الثاني بناخد الدرس الثاني ونرى العمودين الاثنين مع مراجعه الكلمات، في اليوم الثالث بنرى الثلاث اعمده ونراجع عليهم الكلمات، في اليوم الرابع بنكون قرانا اللوحه من اولها لاخرها مع مراجعه الكلمات. بكده بيكون الولد اتقن كل حاجه. عندنا معلومه مهمه، ينطق حرف السي سين مع حرف اي او اي او واي، اما مع باقي الحروف ينطق كاف، او في حاله ثالثه لو جه خالي مفيش وراه حاجه، يعني مفيش وراه حاجه خالص، بينطق كاف اي. يبقى اذا جه اي او اي او واي ينطق سين. طب جه خالي ينطق كاف، حاجه حرف ثاني يعني غير الاي والاي والواي بينطق ايضا كاف. مثال دي تنطق ايه؟ سي، لان بعدها حرف ايه؟ الاي. هنا تنطق ايه؟ سي عشان بعدها حرف الايه؟ الاي. هنا سي عشان بعدها حرف الواي. لكن هنا بتتنطق ايه؟ صار ولا كار؟ ليه؟ عشان ما فيش بعدها لا اي ولا اي ولا واي. وبرضه كان وكور وكار وكاد وكول. نيجي بقى عند كلمه ايه؟ سنتا. السي وراها اي صح؟ يتنطق سين، يبقى سنتر ولا كنتر؟ سنتر. سيجار ولا كيجار؟ لا سيجار، لان بعدها حرف الايه؟ الاي. وكلمه ايس لو شلت الاي يعني بقت خاليه خالص، تبقى اسمها ايه؟ اك. وهكذا بيكون الولد الم المعلومات اللوحه كلها بعد الشرح التفصيلي. هذا الشرح الاجمالي، وجزاكم الله خيرا.